إن شاء الله يا شباب هنشرح دلوقتي التجربة الرابعة، تجربة الفي كيرف. التلات تجارب الأولانيين اللي هي الأوبن سيركت والشورت سيركت واللو كاركترستيك والسنكرونايزيشن بتبقى الماشين شغالة كسنكرونس جنريتور. التجربة الرابعة والأخيرة دي بتبقى شغالة كسنكرونس موتور. اتفقنا ان احنا في التجربه الثالثه في السنكرونايزيشن انت ممكن نشغل ماشين كسنكرونس موتور عن طريق ان انا افصل ارميتشر الدي سي موتور، وبالتالي الماشين هتحول لسنكرونس من سنكرونس جنريتور لسنكرونس موتور. الغرض من التجربه دي ان انا ارسم حاجه اسمها الفي كيرف للسنكرونس موتور. الفي كيرف ده يا شباب من اسمه هو واخد شكل حرف الفي، بيبقى علاقة ما بين الاي فيلد بتاع السنكرونس موتور والاي ارميتشر. في حالة لما يكون الموتور نو لود، لما اقول نو لود يا شباب بالنسبة للموتور معناها ان الاكتف باور بزيرو او الوات بصفر او مفيش اي حمل ميكانيكي على الشغل. في حالة النو لود او الاكتف باور بصفر، في حالة الهاف لود، في حالة الفول لود. ليه بقى بياخد الشكل ده؟ لما بكون شغال عند اي فيلد بصفر او اي فيلد قليل بنسميها اندر اكزايتيشن، يعني اكزايتيشن قليل. فايه اللي بيحصل يا شباب؟ ده الفيلد بتاع السنكرونس موتور قليل خالص في الاول، في الاول بصفر عشان يشتغل الموتور، فبيسحب كل الكيو اللي بيحتاجها من الشبكه. طيب قبل بس ما نكمل يا شباب هنقول ايه اللي بيتحكم في تيار الاي. كلنا عارفين ان الاس يساوي الفولت في التيار، وانا الفولت بتاعي ثابت لان انا شغال موصل مع الشبكه او واخد السورس من الشبكه. فايه اللي هيغير في التيار المسحوب من الشبكه عن طريق الموتور؟ هو الاس. طب الاس دي بتعرفها، مش هي الجذر التربيعي البي سكوير زي كيو سكوير؟ يبقى اللي هيأثر في التيار البي والكيو. طب لو الموتور نو لود، وده اللي احنا هنشتغل في المعمل ان شاء الله، الحالة اللي تحت خالص اللي هو الكيرف اللي تحت خالص ده حالة النولود، وبالتالي الاكتف بار بصفر، وبالتالي الاس هي الكيو. يبقى اذا اللي هيأثر في التيار، الكونكلوجن بتاع اللي هيأثر في التيار هو الكيو. طيب في البداية الاي فيلد بصفر، فكل الكيو اللي محتاجها هيسحبها من الشبكة، فهيسحب كمية كيو كبيرة جدا من الشبكة، وبالتالي التيار المسحوب من الشبكة عالي. وطالما الموتور بيسحب كيو، ايه اللي بيسحب كيو يا شباب؟ اللي بيسحب كيو او بيعمل كونسيوم للكيو هو ال، والال احنا عارفين ان هو لاج باور فاكتور. فاحنا هنا ممكن نقول ان هو لاج او اندكتيف لود. لما بتزود الاي فيلد الداخلي بتاع السنكرونس موتور بيبتدي يسحب كيو اقل من الشبكه، وبالتالي التيار يقل 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 معاه لغايه ما يوصل في حاله اسمها حاله النورمال اكزايتيشن، ان هو مش محتاج اي كيو من الشبكه او زيرو كيو يعني. فطالما زيرو كيو يبقى زيرو كارنت، لان كده كده انا شغال نو لود. طب بعد كده لو انت زودت الاي فيلد هيحصل اوفر اكزايتيشن، اكزايتيشن زياده، يبتدي بدل ما هو بياخد كيو من الشبكه يدي كيو للشبكه. طالما بيدي كيو يبقى ده كاباستور، او البيهيفير بتاع الكاباستور، الكاباستور هو اللي بيدي الكيو، يعني ليد بار فاكتور. في البدايه هيدي كيو قليله فيبقى التيار قليل، بعد كده الكيو يدي للشبكه كيو زياده كيو زياده، فالكيو يزيد فالتيار يزيد، فيبتدي تاني يرجع التيار يزيد، بس بيهيفير الليد او بيهيفير الكباستيف ان هو ايه بيعمل ريليز للكيو او بيدي ايه كيو للشبكه. يبقى ده الفي كيرف شرحنا ازاي ماشي. الغرض بقى من التجربه ان انا ارسم علاقه ما بين الاي فيلد بتاع السنكرونس موتور وما بين الاي ارميتشر عند النولود. يبقى احنا نرسم كيرف واحد من التلات كيرفات، هو الكيرف اللي تحت خالص ده اللي هو عند النولود او الاكتف باور بيساوي صفر.
طيب لو احنا بصينا يا شباب بقى ايه الستيبس اللي انا هشتغل بيها في التجربه. طيب لو احنا كنا شغالين سنكرونايزيشن في التجربه الثالثه، لو احنا عايزين نشغله كسنكرونس، السنكرونس جنريتور، نشغله كسنكرونس موتور، احنا ممكن كنا فصلنا الارميتشر بتاع الدي سي موتور اللي هو البراي موفر فيقلب سنكرونس موتور، او ممكن اشغله بدون السنكرونايزيشن. ازاي؟ لو انت الدكتور ان شاء الله يشرح لكم في المحاضره هيقول لك ان السنكرونايزيشن او السنكرونس موتور نوت سيلف ستارت، فالدكتور هيشرح لكم يعني السبب ليه، ايه هو السبب ان الفرق ان الفيلد في دايره الدي سي ده خلاص سرعته صفر، وفي فيلد تاني تردده 50، ففي فرق في السرعه وفي التردد عالي، فما بيقدروش الاثنين فيلد يعملوا كابلنج مع بعض، ال 50 هرتز والزيرو هرتز. فقال خلاص طالما هو كده مش قادر يعمل سيلف ستارتنج في طرق للستارت. اول طريقه، الطريقه التقليديه ودي مفيش حد بيلجأ لها، تدوره في ايدك في البدايه كده لغايه ما يدور، ده طبعا دي طريقه مش علميه. الطريقه الثانيه، مشكلتي انا في فرق التردد، خلاص مفيش مشكله، انا ممكن اعمل ايه؟ اقلل التردد ال 50 ده لقيمه صغيره ما تزيدش مثلا عن 5 هرتز، بحيث يبقى التردد في الدي سي اللي هو 0 هرتز يقدر يعمل كابلنج مع ال 5 هرتز والموتور يدور. وانس ان الموتور دار السنكرونس موتور خلاص ارجع التردد لطبيعته اللي هي ال 50. دي طريقه، بس دي هتحتاج حاجه تغير التردد اللي هي الانفرتر. طيب انا مش عايز استخدم الانفرتر. الطريقه الثالثه ان انت تشغله في البدايه كاندكشن موتور. الاندكشن موتور ده نوع من انواع المواتير سيلف ستارت. ازاي تعمل الموضوع ده؟ بيحط حاجه في السنكرونس موتور اسمها الدمبر واير، تشغله في البدايه كاندكشن موتور، بعد ما يعمل ستارتنج ويدور تروح طالعه من الدايره ويشتغل كسنكرونس موتور. المعمل او السنكرونس موتور اللي في المعمل هو سيلف ستارتنج بالدمبر وايندنج يا شباب. فانا ممكن اعمل تجربه بوايرنج لوحدها، ان انا اوصل على طول على الكهرباء والسنكرونس موتور اعمل ستارتنج عن طريق الايه، الدمبر وايندنج الداخليه بتاعه. هحط بقى ايه بعد ما هاخد الكهرباء، خلاص هو سيلف ستارتنج بالدمبر وايندنج، احط اميتر اقيس الاي ارميتشر واخش على الروتر اللي هو الارميتشر ار و اس و تي، وهاخد نفس الفكره اللي انا كنت بعملها في كل التجارب اللي فاتت، ان انا اخد ما بين البي والزيرو او الدي سي الثابت على النقطتين الثابتين بتوع المقاومة اللي هما الاسود، وهاخد من طرف ثابت على الاميتر ان سيريز واخش على ملفات الفيلد، والنقطه دي نهايه الملف اللي هو دي اليو ودي الايه، دي اليو ودي الاكس، فازا من الثلاثه يعني، وقافل الفاستين او لاغي الفاستين الثاني، وهطلع من الطرف الثاني الفيلد على الطرف المتغير اللي هو لونه احمر. يبقى انا كده اقدر لو انا حركت السلايدر هنا يبقى انا هاخد زيرو فولتج وبالتالي زيرو كارنت، لو انا حركت السلايدر هنا هاخد التوتال فولتج او الماكسيمم كارنت في الفيلد. هشوف تغيير الاي فيلد بتاع السنكرونس موتور مع التيار المسحوب من السبلاي، هتلاقيه بياخد لما تبدا هتلاقيه عالي، بعد كده يقل للصفر، بعد كده يرجع يزيد في الكاباستيف زون، يبقى يبدا اندكتيف عالي يقل للصفر، بعد كده يتحول لكاباستيف ويرجع يزيد تاني. ده الرسمه بس بالتفصيل، ان انت بتاخد من البي والزيرو اللي هو 115 على النقطتين الثابتين بتوع المقاومه، وبتخش من طرف ثابت سيريز مع الاميتر الدي سي، تخش سيريز مع ملفات الفيلد وتقفل مع الطرف الايه المتغير. طبعا انا ما اقدرش اوصل للنقطه دي بالطرف المتغير المتحرك، فهو موصل داخليا النقطه الريد دي بسلك ملقط على الباره النحاس اللي بيمشي على السلايد، يبقى النقطه الحمراء دي مربوطه بسلك على الباره النحاس اللي بيلقط بيها ايه، بيلقط بيها السلايدر، ويبقى النقطة الحمراء دي هي
هي كهربيا طالما موصل بسلك شورت سيركت هي نفس النقطة اللي بتتحرك. وارسم علاقة ما بين اخد القرايات بتاعتي الاي فيد والاي ارميتشر، وهرسم الفي كيرف، وهيكون في الحالة دي عند النولود لان انا مش هحط اي حمل ميكانيكي على السنكرونس موتور او الاكتف باور بصفر. ومنساش بس ان الريتد فولتج بتاع السنكرونس موتور ما يزيدش عن 380، والتيار المسحوب من السبلاي ما يزيدش عن 8 امبير. وطبعا توصيلة السنكرونس موتور ده توصيلة ستار، وهو سيلف ستارتنج عن طريق الايه الدمبر وايندنج. يا شباب يبقى دي اخر تجربة، ودي التجربة الوحيدة يا شباب ان الماشينة تشتغل فيها في مود الموتورنج او يشتغل كسنكرونس موتور. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا التجربة الرابعة، الفي كيرف للسنكرونس موتور. شكرا.